بالاخ افريقيا كلهم بركات القريه دائما هاي منهم خصوصا دائما هاو من تخدع الجميع نعمه الها تندالهم لخميره ايش هي مساقه لشميه تنشاطين الروح القدشة الروح بتيرونا خيلة وزخموتها وقوتها وقاومت خيرا ما قول اجي يوم اخر واسخ اصوات مبرقة ايشو مخويلة قانح قافتا ايمو بطارة تقريبا ايمو خلصت الشاوعة اتقيمتا نهاية اتابيع القيامة خلصت الشاوعة اتقيمتا تغير من قاليه الزوقة اجي يوما اشرح لي قصتنا دخ مخويل قانح ايشو كتلميذي مخويل قانح قماي كلها داني انشي تتويوا زلهن البيت قورة من خشكة صباح يوم الخوشابة زلهن داما تكبي قاضي ولا تقيمي وواجبوسة التقواتة من مشحامة وبسمة داري ولا ريشة ميتة وزلهن اني حشاني كم مطلب ايشو عليهن اما تتري ملاخي كم يويني بسخوصة رقصة بسخوصة رقصة وهذا مخويلة كان احكيشو تاني تريت الميزة وهي بزال الماتة شمت ماتة عماوز هماني ويوا حشاني وايشو كم ما طيلة وفشنا برخاشة منيهن ولكن يدينا الى ايشو وتخرطة مطيلة جيبيهن وتولى منيهن اللي في خالة كم يديله ما رني شو عم شيحة بتوتى بقياسة لخمة بقياسة لخمة قال طالت أغني خمواتي خصواتي مرفة كد يوم إيد الرادة ألا أمره كد يوم كد خوشابة إيد الرادة كد خوشابة كهنا ديلة دمية تمشي حد الأرب وكيلة تمشي حد الأرب آيصل لخمة تتخاذخ لمارا يا ودت لخمة قديم بس لخبة حامة لخبة دايح مارا شمشي حامة هاي خجعبة خبالة وغير ايش تداني تريد مين لك ميديله بقياسة اللقمة ايش لهم بخصوصة رفقة وهماني بيرهن انش بيره جيب التلميذة بيره قبل ما رن لم هي منك انا تريخين دايرهن جيب التلميذة بيره قبل ما رن لم هي منك من قشيوتة البواقة دينيه سبب ليلة هيمونه قم حكم يوماتا من قبل قيامتا امر خلوته واوا اخذيلها بقيم الكانين ايشوك مصلوينه ايشوك ماخيلة بسمارة بداته وبأقلع وبدبن حقرز دي رمحة ايشو عملت لقاميه قاخر تبقايم لتلهن بعد ازهي مانوثة لتلهن بعلاقة رأشي قاوت حبة من ما راني شعر شيحة ادي يوما ايشا قاخرتا مخويل كان احتى تلميذ احمل لفلقة شلامة اموخن ادي شلامة كم يولا ما راني شعر شيحة شلامة خيلانة لي شلامة قوتة لي قوتة قيمتة قوتة تقلب لي ميتة كم غالب لموتة ايشا بقيمتة تغلب لموتة ادي يوما ايشا ظهير التلميذ وكم شاخذ لي تماها لم هي من نخن الانشي تماها لم هي من نخن داني تري تمام كم جاخس لك كم راز بس جاخست حبة واضح وما رد ايش عم شي حمام يرقانه بس مبالغ ايش عم كنتم لك بين الميزة يعني معناه تغلب لموتا كنت مغالب لموتا اش وصلت اني اثرات دكانت بسمارة ايداتي قلت لهم بخزايا وانا مشورة اخر بس دوما بس ما رفش لمخية اخر ليه المخية اخر بس ما رفش لمخية اخر تمها اخر لانه هي مخية اخر بيقرا دية جاي يقرا دوكا فالقا بس ما رف نافلها فش لمخية اخر سبب اني تريد برمي الى سيرة من داخل فش لعصية بس ما رف فمن هذا لفلت لي اغرد ما رف لفلت لي اداتك لفلت لي ايدات ما تقول تاني تري خامن يمنى خامن شفة دية من عصر دية تويري اقلاتيهن قي تويري اقلات تاني تري تتميسي قلولة سبب من تورت الاقلة ديهن واني الى صليوة امبلي غطفش لهن ولا بشل بيداتيهن بعد ليلة لاغة قيمي تتم نفسي مثلي اخناء
سنين قبل النفس حجاب الحاجز بعد ليل بيتاخذ تتجاوز النفس طالب كرتلك ايشو ايشو عم قازيلة ميتة من زونة ولا تويري قرمة قاوح ما ميريك لا وقت ايشا بشتا مني كلها قرمة دي يحسبه لا تويري قاوح قرمة لا تويري قرمة ما رأي شمشيحة اما رأي شمشيحة من يقرب الفقرة دي شهوة الصيوة ويطين الامر خد قابلتها ويبتاقى الدورة وطلقها تنفلة وقلة شهيلة ومخيلة بسمارة خاقة خيتة وإيدات عم علقة أما الله من شهوة دي لحلة بمور مقامة تتقارش نفس نقلة مارة شمشيحة من نفس دي حلة موسط مارة هي لخ نقلة بس هذه خنقلة ليلة سانحي ما قطلنا عذابة طلبا أخني برناشة ما قطلنا جنجارة ما قمريلة قلنا صليوة ام بدالة تتبيش وفصليصة بدمة وأخني لهم تقمولة بس دمة لهم فصولة بس خلاص لقيانات دية ايش عد يوما ينم جخوت اللان تمالم هي من نوخون قاود كتاوة وموشة ونوية قاود داني تنشى سيلك مبشرين لوخون قاود داني تلميذة سيلك مبشرين لوخون تمالم تمهيمونة وهل ايدي يوما لهم تيمون قال قاري شمشيحة فنوان تفكرات عن برفة هذه قبارة ولا خايف من بدالة أقني قليلا قليلا تقالا خايف في شغلة متفرع وإيش عما ميرت طمها إلي قدا فتح مليات اللي بطواتوكو تخمليات الأرى تخملتا إلى بساقة اللي بواتوخ تمام تنحيط وحشانة تمام مرموا لبواتوخ اللي شمية لختام القصة ارفعوا أفكاركم إلى العلا ارفعوا ليش قلتوا تحملت الأرى مسيطرة اللوخ لها لكم حلقة من ديان الأرى نايم شو تحمل مريا لها ما كذا منه مرموا لبواتوخ تشمية مرموا تحمل يا يتوخ تشمية مرموا هونوخ تشمية تتهايبا تحملوا تحملت الآلهة ما كذا منه تتبلقوا قاوة الآلهة اليوم إيشوا آلي مخويت الجانح تتلميذ الثامن لهم يقول لهم خيل وقوته سووا بشروا علما ابن قالوا نقرأ لهم بالبداية ويجميع كلهم عليطة الصحيون عليطة جمع له قاوة كل تلميذة وكبري خدمة توانا مطمرية وامن نهس ويجميع كل تلميذة حليه تستهيون إما تجميل إسامة ويشع خطيرة ما بسموزة لآدي ما شو حرابي وما بصوتة خدنا فلقة حملة بين عدين خدنا شميان حملة فلقة بين عدين إجي يوما إيشو إينا موجود قاوة إيه تقدشتا فالسقل الشمية كما مورم لأن إيه تقدشتا قاقصة الشمية إيه تليلة قداني إيه تيوخ أخني جماعة مورمنا الهمقني ما احتردوك قال ابن قاليون ميري ويجميع كل فعليم تصيون ازديه من هودايا وماي تلبشي اما نقريه يا قطي لازم خرصت ابن قاليون ما ميري الى كد يوم بذال الهيكلة ومبشورة وشبوحة تشمت حالة زور ما خيلة ولا طالح النيشو اي لخيلة اتو قيامتا بصوتا اتو قيامتا فرح القيامة يسوع ظهر بيناتهم اليوم في عليه الصهيون بعد ما وضخهم على التلاميذ الاثنين اللي كانوا رايحين على منطقة عماوس وهذول النسوة اللي كانوا بشروا التلاميذ وما صدقوا بأنه يسوع قام من بين الأموات لأنه التلاميذ كانوا قبل كم يوم شافونه ميت ومصلوب شو راح صدقون بأنه قام مرة ثانية من بين الأموات؟ بعينهم شافونه بعينهم شافوا آثار المسامير اللي انضربوا بإيدينه وبرجلينه والرمح اللي انضربت في صدره بعينه شافوا شو راح يقوم؟ من يقول هسا يسوع يقفوني في النص هوني بيناتنا يمكن نخاف من صدق ليش؟ لأنه ما عندنا إيمان نخاف من هاي النقطة نخاف ظهور يسوع بحياتنا نخاف حضور يسوع بيناتنا أو بس يظهر يسوع أخذ حياتي ليش نخاف؟ لازم نكون حاضر دائما بحضور يسوع، يسوع حضر في منطقة منطقة علية الصهيون، هاي العلية صارت كنيسة. مريم موجودة، تلاميذ موجودين، والختم السماوي موجود حضر بالنص، وحضوره كان مثل عرس كبير، قيامة جديدة، وانطلق
شجاعة للتلاميذ، شجعهم أول مرة وبخهم، بعدين شجعهم على أنه يقوموا يبشروا بالمسيح. المسيح شنو؟ القائم من بين الأموات. إلى يسوع غلب الموت وقام، ليش ترك آثار الجرح، آثار المسامير بإيده؟ ليش؟ ليش تركها؟ لتكونوا شهود عيان، لتشهدوا أني أنا هو، ما غيروني، أنا هو. قسم الكتب، قسم دياناته للأسف يقولون شبه به، هو بنفسه ضحى من أجلنا، هو بنفسه صلب نفسه من أجلنا، هو بنفسه قام من بين الأموات. ماكو تشبيه. لهذا ترك هاي الآثار بإيده برجله جنبه حتى نكون شهود إيمان لحياته. إخواني أخواتي، هاي هي قصتنا اليوم، صعود يسوع إلى السماء. من خاف؟ كان كتاب من الروح تبشر بقيامة يسوع، ما نلتحي فيها. أختم معاكم بقصة قصيرة. من يشتري ابني؟ قلتها البارحة. من يشتري ابني من قصص واقعنا اللي احنا نعيشه؟ من يشتري ابني انه عائلة غنية متمكنة عندها ابن وحيد وبالجيش، وهذا الابن كان عنده صديق معانا في نفس المكان، وابونه يحب اللوحات الغالية والأصلية الثمينة، مايكل أنجلو، بيكاسو، الله يحب هاي اللوحات مالتها، رافائيل، وكل لوحة آلاف، مئات، ملايين أسعار. فهذا الابن بالجيش هو صديقه في مكان، في لحظة شاف العدو قدامه، الابن شاف العدو قدامه، دينيشي بطلقة إلى صديقه، فذب نفسه قدامه، فجت بطلقة بالابن ومات. هاي اللحظة يعرف هذا الجندي الآخر، يعرف أنه هذا الشخص صديقه، أبونه يحب اللوحات، يحب الرسومات، فما يعرف شو نوعية الرسومات، مثل ما واحد رسام يرسم لوحة، مثل واحد هسع طفل صغير يرسم لوحة، يختلف القضية. فهذا يحب الرسومات، يعرف أبونه يحب الرسومات، قام رسم لحظات الأخيرة من ابنه شون ديمون، وراح على أبونه، دق الباب، قال له الأب منو أنت؟ قال له أنا ابنك خلاني أقف هاي اللحظة قدامك. من تكون أنت؟ قال أنا ابنك صد الطلقة اللي كانت موجهة عليك. ما عندي هدية أقدمها لك، بس أعرف تحب اللوحة، أعطيك هاي الصورة لحظات الأخيرة، مو أذكرك بيها، بس هاي راح تبقى حياتي كلها، لأن هو حفظ حياتي. فهاي الصورة طبعت في فكري، في حياتي، أقدمها هدية لك. شاف الأب أكيد انقهر، حضن الصورة وبعثها شكرا. ورا فترة الأب هم من أنطاكم عمره مات، الشركة أو مزاد علني على اللوحات، تعرفون الناس الأغنياء جوي على اللوحات الثمينة، ما على هاي الصورة البدائية. ففتح المزاد باللوحة من يشتري ابني، اسم اللوحة من يشتري ابني، قالوا له 100 دولار. فتح المزاد، من يشتري، ما حد مات. واحد رجال بالأخير قاعد مسكين، همنا ابنه كان شهيد، فشاف اللوحة قال أني أريد اللوحة بس المبلغ اللي تطلبه ما عندي. قال له قد عندك؟ قال له 10. من يدفع أكثر؟ الناس القاعدين بس رأيوا تخلصوا اللوحة حتى يبني المزاد باللوحات الكبيرة المهمة، فما حد ما زيد المزاد. قالوا لي يا هاي اللوحة ربحها هذا الرجل المسكين ب10 دولار.
الناس بدأت تفرح إيديها وفتحت عيونها راح تطلع اللوحات الكبيرة. قام مدير المزاد قال أعقد المزاد خلاص هو عزلنا. قال من بقية اللوحات؟ قال وصية الأب من يشتري ابني اللوحات كلها. ها انقهرنا على هاي اللوحة. اخواني خواتي يسوع مات من اجلنا قبل 2000 سنة. تنفكر بينو ضحى من اجلنا خلانا نقف هذا اليوم نخدمه بمحبة. ها هي حياتنا، هاي قصص واقعنا اللي احنا نعيشه. هذا يسوع هو الابن اللي ضحى نفسه من اجلنا. آمين.